رشا، أولى محطاتنا موضوع كتير مهم لما بنحكي نحن عن اضطرابات مختلفة عند الأطفال، وشو هي الجهود لتقويم هي الاضطرابات لحتى نلاقي حلول جذرية ونكون إيد بإيد مع الأهالي لأي سؤال أو استفسارات. طبعا منظمة آمال هي يمكن أحسن وأفضل الخيارات لحتى نحن نعرف نتعامل مع اضطراب التوحد. وكتير من الأسئلة اللي وردتنا، طبعا خلينا نقول رشا كيفية التعامل أو شو هو التعريف الدقيق والصحيح لاضطراب طيف التوحد. هي الأسئلة رح تجاوبنا عليها سالي العش، اختصاصي مبتدئ في التربية الخاصة، ومي الفرة اختصاصي متقدم في تقويم اللغة والكلام. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. أول شيء بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية لكل الجهود ولكل القصص اللي عم تساووا كرمال الأطفال وكرمال الدعم. أهلا وسهلا بحضرتكم. شكرا. اليوم عم نحكي عن مشكلة كتير من الأهالي عم بيعانوا منها مع أطفالهم، صرنا نسمعها كتير بالفترات الأخيرة، يعني صار يعني تصدر طفل التوحد والمشاكل التوحد عناوين كتيرة غير قبل. اليوم نحن بنعرف دائما انه طيف التوحد له علاقه بتاثير نمو الدماغ اللي بياثر بشكل كثير مباشر على السلوك. من حضرتك ست مي، خلينا نعرف شو هي الاعراض. اليوم انا كيف بقدر بعرف طفلي انه عنده مشكله؟ شو بيظهر عليه بموضوع التواصل الاجتماعي؟ اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي عصبي ببلش بالطفولة المبكرة. الأعراض الأساسية مقسمة على جانبين، أول شيء التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي، وثاني جانب السلوكيات النمطية والاهتمامات المحددة. بالنسبة للتواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي، تظهر الأعراض على ثلاث مستويات. مستوى التفاعل الاجتماعي بالمثل، يلي ممكن يكون على شكل الأخذ والرد بالحديث، الاستجابة على الأسئلة. ثاني مستوى التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي. التواصل اللفظي اللي هي اللغة، الحكي، المحتوى اللغوي، والتواصل غير اللفظي يلي هن الإيماءات، لغة الجسد، التواصل البصري. وثالث مستوى هو العلاقات والحفاظ عليها، يعني كيف الطفل ممكن يكون يتواصل مع أقرانه ويقدر يحافظ على هالعلاقات بالطريقة المناسبة بالسياق المناسب. لأي عمر عم نحكي؟ بس خلينا نكون تماما رشاد دقيقين أكثر. أول شيء شو هي السلوكيات أو كيف بيكون التفاعل للطفل يلي بيعاني من اضطراب التوحد؟ إمتى نحن منقول هلأ صار الوقت للكشف عن الطفل الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد؟ المعلومة الأساسية هي الكشف المبكر والتشخيص المبكر. كل ما كان أبكر كل ما كان أحسن. عم نحاول قد ما ممكن أو بالطريقة المناسبة قبل الثلاث سنين، بالطريقة وحوالين الثلاث سنين تقريبا. ممكن بالسنة الأولى بتظهر في مؤشرات بتبلش من السنة. خلينا نعرف من حضرتك، حابين نعرف تفاصيل مؤشرات مثلا. المؤشرات حتكون على المستويات اللي هلأ حكينا عنها، بالتواصل غير اللفظي، بالتواصل البصري، كيف الولد بيطلع بأمه، كيف بيبادر بالتواصل، كيف بيطلب، كيف بيستجيب، كيف بياخد المؤشرات التواصلية، كيف بيفهمها وكيف بيأدركها وبيستخدمها لحتى يقوم بعملية التواصل مع البيئة المحيطة تبعيته. بالأعمار الصغيرة بتبلش بالبيت مع الأم بشكل أساسي. السلوكيات الثانية ممكن تكون اهتمامات محددة بأدوات محددة، مثلا المثال الشائع أكثر شيء هن الدواليب، ممكن أشياء بتدور، اهتمامات غريبة بالنسبة للعمر، تفاصيل صغيرة بيهتملها الولد منها مناسبة بالنسبة للعمر، أو مثلا سلوكيات نمطية متكررة مثل مثلا المشي عروس الأصابع أو مثلا رفرفة بالإيدين. حتى ما بيستجيب لاسمه، يعني بتندهيله باسمه ما بيستجيب. ممكن واحدة من المؤشرات انه كمان ما بيستجيب لاسمه، مناديله ما بيرد، ما بيبتسم، ما بيرد الابتسامة. الابتسامة الاجتماعية كمان ما بتظهر بالسنوات الأولى. تمام. صح. يعني نحن عم نحكي عن عدة مؤشرات وعدة أمور ممكن نحن ممكن نلاحظها على الطفل، وقد ايه الأم ممكن تكون دقيقة وعلى تواصل تام مع طفلها لحتى تلاحظ يمكن أي شيء ملفت للنظر. إذا بدنا نحكي عن التربية الخاصة اليوم يلي حضرتك سالي طبعا مشرفة عليها، خلينا نحكي كيف تعاملك مع الأطفال يلي هني أكيد بدهم معاملة خاصة واهتمام أكيد بدرجة كتير كبيرة. أكيد. خليني بس ركز على أنه نحن دائما هي مثل ما تفضلت الاختصاصية ما حكت، انه دائما بنركز على المؤشرات اللي هن باربع جوانب اساسية نحن بنركز عليهم.
اللي هو أول شيء الجانب الاجتماعي اللي لازم الأم تنتبه عليه فوراً، إنه ما بيتواصل معه بصرياً، ما بيتفاعل باللعب معه، أو إذا أجوا مجموعة أطفال ما بيروح ببادر لحتى يلعب معهم، ما بيقدر مثلاً يكون صداقات. هي بالنسبة للجانب الاجتماعي. بس بالنسبة للجانب اللفظي خليني أقول أو التواصل، ما عندهم صعوبات بأنه يتواصلوا سواء لفظياً أو غير لفظي. يعني مثلاً إذا هو بده شيء ما قادر يعبر عنه، مثلاً ممكن بأبسط مثال أنه يمسك إيد أمه ويروح ياخدها أنه بده هو هيدا الشيء. الطفل ما بيبادر لحتى يعمل هيك. هي ممكن واحدة منهم. الشغلة الثانية إذا هو عنده هيدا التواصل اللفظي، ممكن بس تكون مبدئياً لحتى يعبر عن احتياجاته، ما لحتى هو إنه يكون في تواصل. هي هو هدفه بيكون الأساسي. بالنسبة للسلوكي، الجانب السلوكي خليني أقول دائماً الأم بدها تنتبه إنه إذا رفرف بإيديه أو هز جسمه أو صار يهتم بأشياء هي ما إلها معنى، ممكن الخيط ياخده ويضل عم يلعب فيه ولوقت طويل ينشغل فيه. ومثل ما حكيت كمان ينشغل بدولاب السيارة بدل ما يلعب فيها بشكل وظيفي. وأكيد خليني أقول إنه بالجانب المعرفي رح يكون بتظهر عندهم مشاكل على كل الجوانب المعرفية، سواء بالانتباه، بالإدراك، بالذاكرة، وهذا الشيء أكيد رح يأثر على المهارات الأكاديمية عنده. تمام، حكينا انه طيف التوحد هو خلل بنمو الدماغ، ولكن الاسباب يعني في اكثر من سبب. وراثيا قد ايه بيلعب دور الوراثي بهذا المرض؟ اثبتت الدراسات انه كل ما الاولاد بالعيله عندهم توحد في احتماليه نسبه مئويه اعلى انه الولد اللي بعده يكون كمان عنده اضطراب طيف توحد يتشخص فيه، او الاحتماليه اعلى انه يظهر عنده توحد. شو الربط بين الوراثه بين الاهل والطفل اللي عنده المرض؟ يعني شو بيكون الاهل عندهم لحتى اليوم طفلهم خلق بهذا المرض؟ الوراثه الاكثر لها علاقه باذا العيله في سوابق اضطراب طيف توحد، حتى لو قديمة بالعائلة 100%، حتى لو على أجيال أبعد من هيك. بالنسبة لبين الأهل والولد مباشرة، هي أكثر العلاقة بالأخوة، بالولاد، بالسلسلة، بالولاد. أول ولد إذا طلع عنده اضطراب طيف توحد، الولد اللي بعده احتمالية أعلى أنه يظهر عنده اضطراب طيف توحد. نعم، إذا بدنا نحكي اليوم عن الأخصائي، وفي حال كشفنا بشكل مبكر عن هذا الاضطراب، عرفنا أنه نحن طفلنا مصاب فيه، كيف يمكن بيتم التعامل بين الأخصائي وبين الأهل؟ لأنه أكيد لما نحن منحمل العبء الأكبر للأخصائي فهون شيء ما نصح، لما الأهل بيكون دورهم غايب كمان هذا الشيء ما نصح. فخلينا نعرف هذا التعاون بين الاثنين كيف بيكون، شو مهام الأهل وشو مهام الأخصائي؟ تماما. بالبداية نحن بنعمل عملية الكشف أول شيء، وضروري جدا يكون بعد عملية الكشف تتم عملية التدخل المبكر، لأنه إذا نحن ما تدخلنا رح يكون النتائج أكيد مو مثل ما بنتوقع نحن. فكل ما كان التدخل مبكر كل ما كانت النتائج أفضل. بعد ما تمت عملية التدخل، هون بقى دور الأسرة اللي هي قريبة من الطفل، بتعرف شو هي حاجاته، فهي رح تقدر تقدم له شو الأساسيات، يعني شو بيحتاجها. هلا خليني أقول بعد ما تمت عملية التدخل تم عملية التأهيل. عملية التأهيل نحن منقيم الطفل عملية تقييم دقيقة، يعني في درجات نقاط للتوحد، نعرف نقاط القوة تبعه ونقاط الضعف. على أساسها منحط خطة تربوية فردية، وبعد ما نحط هي الخطة الأهل بيشتغلوا عليها والاختصاصي كمان بيشتغل عليها، وبعدها نحن منتابع هي المراحل اللي هو عم يتقدم فيها. وطبعا أكيد مثل ما حكينا أنه الدور الأكبر هو للأسرة. نعم، الكشف المبكر عن هذا المرض بيساعد الأخصائي وبيساعد الأهل اليوم لإنجاز مراحل بحياة الطفل. يعني أكيد، لأنه نحن مثل ما بنعرف أنه الطفل بالسنوات الأولى من عمره هي الفترة الحرجة اللي هو قابل فيها لحتى يتعلم وقابل فيها للنمو، فأكيد رح تكون النتائج أفضل من أنه بوقت متأخر. تمام، نرجع لك أستاذة مية، لما بنحكي نحن عن اضطراب التوحد هل له درجات معينة؟ كيف بيتم التعامل مع أطفال التوحد؟ هل تنصحي أنه نحن ندمجهم كنوع من العلاج أو لا بتنصحي يكون لهم ممكن مكان خاص ومعاملة خاصة؟
اضطراب طيف التوحد من المسمى تبعيته هو طيف، بقى بيتراوح من البسيط للشديد على المستويات الاثنين يلي حكينا فيهم، التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي والسلوكيات النمطية والاهتمامات المحددة. بنقيمهم على حسب مستوى الدعم أو مستوى المساعدة المتطلبة بكل بهالجانبين. بالنسبة يعني للسؤال الثاني، بالأخير نحن مثل ما قالت أنسة سالي بنعمل التقييم تبعنا، بنحط الخطة العلاجية وهي حتناسب المستوى الأداء الحالي تبعيت الولد، ومنقيم نرجع منقيم كل فترة لحتى نقيس التطور، لحتى نقرر إذا الولد مفروض ندمجه مثلا أو يندمج بالمدارس العادية أو مدارس دامجة أو يبقى بمركز عم بياخد خدمات مختصة. نرجع على قدرات الولد، نرجع على القدرات بالجوانب كلياتها، بالجوانب التواصل، بالجوانب الإدراكية، بالجوانب النمائية، لحتى نقرر بالدمج. طب إذا هيك حبينا ناخد أمثلة من حضراتكم اليوم، وقت اللي بيكون الطفل بدرجة متقدمة من المرض، يعني شو هي التصرفات اللي ممكن نشوفها أكثر شيء عنده؟ يعني وقت اللي بيكون في إهمال، ما كان في دراية بحالة الطفل، هذا الشيء خلى أنه الحالة تزيد عنده، فلوين ممكن يصل بالمرحلة؟ 100%. بالنسبة نحن حكينا بأهمية التدخل المبكر. التدخل المبكر مثل ما قالت أنسة سالي، الهدف تبعيته أنه نخفف من السلوكيات ونساعد بتنمية المهارات التواصلية والاجتماعية والتفاعلية. كل ما تأخرنا بالتدخل والتأهيل، كل ما السلوكيات والنمطيات أو الخصائص اللي عم تظهر عند هيدا الولد حتكون أشد، لأنه عم نرجع نحن نقارن بالمعايير النمائية، عم نرجع نقارن بالعمر الأساسي، حنلاحظ أنه في فجوة كبيرة بين الولد وبين حضرتك. ذكرتي أنه بيكون في درجات كثير متفاوتة، فبين أعلى درجة وأقل درجة، يعني هيك نحب ناخذ امثله هيك بسيطه يعني كرمال توصل المعلومه اكثر للناس. 100%. يعني بالنسبه حاعطي مثال، بالنسبه للكلام واللغه، في اطفال توحد ما بيطوروا لغه وفي اطفال توحد بيطوروا لغه. بالنسبه للي ما بيطوروا لغه، معاناتهم بالتواصل بتكون كثير اصعب، خاصه لتلبيه احتياجاتهم الاساسيه. ممكن اذا قدراتهم شوي احسن يلجأوا للتواصل غير اللفظي، بيأشروا بيدلوا على الغرض يلي بدهم اياه او بيستخدموا الايماءات. بالنسبه للاطفال يلي طوروا لغه، ممكن يكون في عندهم خلل على مستويات اللغه، مثلا تكوين الجمله، الصرف بقلب الجمله، الاستيعاب الاسئله المعقده او الاوامر المعقده ما بيعرفوا ينفذوها او بيقدروا ينفذوا اوامر بسيطه، أو مثلاً بيكون في عندهم اهتمامات محددة لغوية، بقى بيكونوا هن طوروا مجال لغوي محدد حسب اهتمامهم، والجوانب الباقية ما بتكون اتطورت بنفس الطريقة أو بنفس النسبة. إذا بدنا نحكي عن سالي عن تعاملك مع الأطفال اليوم، أدي بتشوفي إنه هن فعلاً أطفال قادرين على التطور، إنه نحن نوصل لدرجة من الإيجابية، وهذا التطور اللي عم نحكي عنه كتير كبير لدرجة إنه ممكن نحن نقدر ندمج الطفل لدرجة إنه هو ممكن يستجيب بطريقة كتير سريعة؟ هلأ بالبداية نحن حكينا مو درجة التأثر بالأعراض من البسيطة للشديدة. نعم. فإجباري الدرجة البسيطة، خليني أقول هن الأطفال اللي بيروحوا على الدمج بيندمجوا بالمجتمع وقادرين يخلقوا هيدا التفاعل الاجتماعي، بس أكيد بيضل في صعوبات بسيطة عم بيواجهوهم بالمجتمع. ممكن تضل الرقابة موجودة على هدول الأطفال؟ بالبداية نحن وقت اللي ندمج الأطفال بنحاول يكون معهم شادو تيتشر بالمدرسة، لحتى بس يتابع إنه شو الأشياء اللي هو بده مساندة فيها لحتى يتابعه ويدعمه. اليوم إذا حكينا عن آمال بشكل خاص، اليوم شو عم بتقدم لأطفال التوحد بكل الاختصاصات؟ خليني أقول إنه بتقدم أول شيء عملية الكشف والتشخيص، تدريب للكوادر العاملة بمجال الإعاقة، بالإضافة لتدريبات الأسر، وبيكون في اختصاصي كمان تربية خاصة، اختصاصي كمان تقويم كلام ولغة، بيقدم جلسات للنطق، كمان اختصاصي نفسي حركي خدمة العلاج النفسي حركي، بالإضافة للاستشارات العصبية والنفسية الدورية اللي بيعملوها للأطفال. تمام. استاذه مي، اذا بدنا نحكي اليوم ونخصص دور الاهل يلي مثل ما نوهنا بالبدايه انه بيكون كثير كبير وكثير مهم، شو بتنصحوا الاهل بخطوات للتعامل مع اضطراب، مع الطفل اللي بيعاني من اضطراب طيف التوحد؟ هل له معامله خاصه او بتنصحوا انه يتعاملوا معه كطفل ما بيعاني من اي اعراض او اي اضطراب؟
أول خطوة بننصح فيها الأهل طبعاً هي يروحوا يشوفوا أخصائي لحتى نعمل التدخل المبكر والتشخيص المبكر. طالما صارت هذه المرحلة حسب مستوى الأداء تبعية الطفل، في أولاد بدهم مساعدة أكثر من غيرهم، بدهم مساعدة بالتواصل، بدهم مساعدة بمؤشرات التواصل اللي عم بيعملها الولد، نقدر نسحبها وناخدها منه ونبادر معه ونطور له إياها، أو نقدر ندعمه بشكل أقل حسب قد ايه بيتطلب الولد، حسب قد ايه أهمية أو قد ايه شدة الأعراض يلي عنده. وطبعا دور الأهل كتير كتير أساسي بالخطة العلاجية، هن بيضلوا جزء من الفريق المتخصص يلي حكيت عنه الأنسة سالي، لهم دور كتير أساسي لأنه بالأخير الولد موجود مع الأهل بالبيئة المباشرة تبعيته مع الأهل. كان في حالات سلبية يعني بتقبل الأهل، في ناس كتير ما بتتقبل يعني هاي يعني الحقيقة أنه أنا اليوم ابني عنده مشكلة تمام. وهذا شيء طبيعي، يعني أنه هذا الرفض طبيعي، يعني مرق أكيد. هيك شيء حالات قدرتوا أنه تدمجوا الأهل يعني تقنعون بالفكرة أنه تكونوا أنتوا وياهم اليوم على خط واحد؟ التقبل هي واحدة من إجراءات التشخيص، وقت الأهل بيتقبلوا حيقدروا يتدخلوا هنن وياخدوا دورهم كأخصائيين مع الولد بشكل أفضل. الرفض أو الإنكار للتشخيص هي واحدة من الإجراءات أو واحدة من الخطوات اللي الأهل بيمرقوا فيها. الأخصائيين أو الفريق يلي عم بيشتغل مع الولد دورهم أنه يقدروا يوصلوا الأهل للتقبل لحتى يقدروا هنن يكونوا فعالين مع ابنهم بالبيئة المباشرة تبعيته. أكيد كل الشكر لوجودكم معنا، يا رب يكون كل الأطفال بحالة شفاء كامل بجهودكم وبجهود الأهل. بتمنى كل الأطفال تكون عندهم حياة طبيعية كاملة، لأي طفل بيعاني طفل يعني بتحسي أنه هيك هو حالة خاصة يعني أكيد. ما فيك تشوفيه بهذا الوضع يعني طبعا. لكل طفل بيعاني من اضطراب التوحد أكيد في أمل كتير كبير بتقويم هذا السلوك وبمعالجة هذا الاضطراب بجهودكم وبجهود كل الأهل. شكرا لكم، شكرا لحضوركم هيك، ان شاء الله بنستقبلكم بصباحات ثانيه باخبار حلوه يعني. اهلا وسهلا فيكم كثير.